بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله يا شباب مع Example 8.2 والذي يشبه المثال السابق اللي هو 8.1، ما عدا أن التيربين والبمب كل منهما له isentropic efficiency مقدارها 0.85 أو 85%. أذكرك المعطيات اللي أعطانا من دون ما أقرأ المثال، لا أعطيك إياه هنا. الهاي بريشر حق السايكل ما زال هو 8 ميجا باسكال، واللو بريشر الخاص بالسايكل ما زال هو 0.008 ميجا باسكال. الستيم يدخل الى التيربين as a saturated vapor، ويتكثف الستيم في الكوندنسر لحد ما يصير saturated liquid عند نقطة 3. هذه هي المعطيات زي ما قلت لكم، simple power cycle، لكن اصبحت الان هذه simple اوكي actual Rankine cycle. كيف صارت actual؟ يعني we took care of the irreversibilities في التيربين وأيضا internal irreversibilities في البوب. طيب الراجل إيش يبغى يشوف تأثير هذا على thermal efficiency؟ طلب مننا نحن نحسب thermal efficiency. أبدأ نستهدي بالله في السؤال ونقول له إن efficiency حقت السايكل تساوي network على ال QN اللي دخلت إلى السايكل. النتورك زي ما أنت شايف عبارة عن التيربين work ناقص الورك الخاص بالبمب. هذا هو التيربين work H1 ناقص H2 وليس H2S. أوكي، هذا هو الجديد. طبعا H2 يا شباب حتكون أكبر من H2S، مما سيجعل الورك الآن حق التيربين أصغر من الورك حق التيربين في المثال الأول اللي هو لما كانت العملية isentropic. وأيضا عندي هنا الورك الخاص بالبمب اللي هو H4 ناقص H3، وكما ترون يا أبنائي الطلاب إن H4 أكبر من مين؟ من H4S، وهذا يعني ان الورك حق البمب في هذه المثال في هذه المحطه او في هذه الدوره اكبر من الورك حق البمب في المحطه السابقه اللي كانت ايش مثاليه isentropic. ولا شك ان هذا سيكون له تاثيره القوي على الافشنسي الخاصه بالسايكل، حنشوفها في نهايه المثال. طيب اذا كما ترون التحدي الان يجيب H1 H2 H4 H3. H1 هي في المثال السابق يدخل الستيم إلى التيربين as a saturated vapor، وبالنسبة يا شباب للكوندنسر يخرج الستيم من الكوندنسر as a saturated liquid. يعني state 1 و state 3 already احنا اشتغلناها في المثال السابق، لكن برضو بشرحها يعني على سريع. بقي الآن نحن بحاجة إلى H2 وليس H2S أوكي، ونحن بحاجة الآن إلى H4 وليس H4S. H2S يا أخوان حسبناها في المرة الماضية هي و H4S لأنها كانت الدورة ideal. الآن لا، أنا أبغى أجيب H2 و H4، فيصبح عدد الستيتس اللي تحسبها في المسائل اللي تكون actual زي هذه المسألة اللي هي simple، بدل ما هي 4 انثالبس حتكون إيش 6 انثالبس H1 H2S H2 H3 H4S و H4. هذه من الأشياء الجيدة إنه لما يصير عندك isentropic efficiency for each isentropic efficiency there will be one extra enthalpy that you have to compute. لكن إذا أنت تبرمجت خلاص وحليت مسائل بكثرة تصبح إيش تلقائية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم عند state 1 اللي حسبناه في المثال السابق، وقلنا إنه saturated vapor، وقرأنا إحنا وياكم أو ستقرأ أنت بنفسك من الجداول verify الحل إنه 2758 كيلو جول لكل كيلو جرام. وأيضا في الطريق أبغاك تجيب إيش الانتروبي at state 1 لأني بحتاجها عندما أحدد ال H2S. نحط لنا عليها بوكس هنا عشان نتذكر ال H1. بالنسبة لستيت 2 اللي هي هذه لا أعلم إلا one property اللي هي الكوندنسر بريشر اللي هو 008 ميجا باسكال، ولا يوجد لدي أي property أخرى. تمام، لكن قال لك انتبه أنت عندك الايزنتروبيك افشنسي مقدارها 0.85. طيب إيش القانون حق الايزنتروبيك افشنسي؟ أهو الايزنتروبيك افشنسي للتيربين يساوي الأكتوال ورك حق التيربين على الايزنتروبيك ورك حق التيربين. طيب إيش هو الأكتوال ورك حق التيربين؟ قال لك أهو H1 ناقص H2 الحقيقية مقسوما على اهو H1 ناقص H2S. H1 جبناها الحمد لله. طيب كيف اجيب H2S؟ انت الان بحاجة انك تفيش you have to fix state 2S. ماذا اعرف عن state 2S؟ اهو
تعرف انه البريشر بوينت 008 ومره ثانيه شباب انا ناس الصفر هنا انتبهوا، وايضا تعرف ان الانتروبي ات ستيت 2s تساوي الانتروبي ات ستيت 1 اللي هي هذه. هذه معلومه هامه جدا. لما تيجي تقارن S2 هنا مع SG هنا و SF هنا ستجد انها ان بتوي اوكي، وبالتالي حتكون في الساتوريتد ميكستر. طيب بما اني عرفت الان اني في الساتوريتد ليكويد فيبر ميكستر، اذا H2S حتساوي HF زائد الكواليتي ات ستيت 2 مضروبه في ايش؟ في HFG. ترى هذا كله مشروع في المثال السابق. HF هي هذه و HFG هي حاصل طرح ال HG هنا ناقص ال HF في هذا المكان، ويبقى لنا نحن بحاجة إلى إيجاد الكواليتي. كيف سوينا في المثال السابق؟ قلنا أنه أقدر أستخدم المعادلة هذه اللي هو أنه S2 S معروفة لي مقدارها 5.7432 لأنها تساوي S1، و SF و SFG معروفات عند الكوندنسر بريشر، وبالتالي أقدر أجيب X2. أنا سويتها أو بالأحرى نقلتها من المثال من كتاب موران، طلعت 0.6745. جميل جدا. أشيلها وين أحطها يا أخوان؟ أحطها هنا وأقدر أحصل على H2S أهو. هذه هي HF وهذه X2 وهذا الفرق ما بين HG و HF، وتطلع لي H2S 1794.8 كيلو جول بير كيلوغرام. وين أوديها؟ أشيلها وأحطها هنا أهو، وبالتالي خلاص هذا معلوم الـ H1 واللازم تروح كشنسي معلومة، اضرب الطرفين في الوسطين وري الرينج أوكي، تقدر تجيب إيش؟ الـ H2. إذن H2 الآن حتصبح إيش؟ 1939. الحمد لله جبنا H1 وجبنا إيش؟ H2. طيب H3 يبغى لها شغل أبد، ده مسكين ده من أروع الستيتس، ساتوريتد ليكويد عند إيش؟ عند 008 ميجا باسكال، وبالتالي فإن H3 هي إيش؟ هي ساتوريتد ليكويد فاليو 173.88. طيب أبغى أجيب الآن H4. طيب كيف تجيبها مع أنه ما عندك إلا واحدة بروبرتي اللي هو البريشر؟ قال لك هستخدم الديفينيشن الخاص بالأيزنتروبيك إفشنسي للبمب الذي يقول الأيزنتروبيك إفشنسي المعطاة اللي هي 0.85 تساوي الأيزنتروبيك وورك اللي هو القليل هذا يا شباب طالعوا أوكي، هذا الأيزنتروبيك وورك مقسوما على الأكتوال وورك. طيب ماذا يساوي الأيزنتروبيك وورك؟ أهو حيساوي H4S ناقص H3، H4S ناقص H3. طيب والأكتوال وورك حيساوي H4 ناقص إيش؟ ناقص برضه H3. طيب إيش اللي أعرف وإيش اللي ما أعرف؟ والله H3 معروفة و H3 معروفة والأيزنتروبيك إفشنسي معروفة أوكي، وأنا أبحث عن H4 و H4S أنا جبتها من المثال السابق أوكي. كيف جبتها بالمثال السابق؟ استخدمنا الريفيرسيبل وورك فورميلا اوكي، قلنا انه البسط كل ابوه اهو، كل ابوه هذا شيله فكنا شيله وحط بدله ايش؟ في ات ستيت 3 مضروبا في بي 4 ماينص بي 3، وبالتالي سوي ري ارينجمنت. ارجو انك تتامل تشوف كيف هذا، فكر فيها لانه ما في وقت، ما نبغى المثال يطول. وبعدين اروح لهنا اهو، ركزوا معي شباب، حتجد انه هذه اتش 3 هي 173 والورك هذا كل أبوه حسبته لك بأنه 8.06 كيلو جول بير كيلوغرام. verify this into by your hand writing، مع ملاحظة أن البريشرز لازم تضرب كل واحد في 1000. لماذا؟ لأنه أعطاك إياها بميجا باسكال والمفروض تكون بكيلو باسكال عشان تكون الوحدات مضبوطة، بحيث أنه يطلع الورك هنا كيلو جول بير كيلوغرام. طيب وهذه علامة القسمة لا تنساها أوكي، مقسومة على الأيزنتروبيك إفشنسي اللي هو 0.85، حتطلع لي يا أخي الحبيب الإنثالبي at H4 كما ترى. إحنا كذا الحمد لله إنجاز هائل وكبير زي ما انتش أوكي. نجي الآن نبغى نحسب الأخت هذه اللي هو الأيزنتروبيك إفشنسي، أو أكررها لكم من جديد قدامنا هنا أنتم شايفينها. نبدأ نعوض الأرقام، هذه H1 وهذه H2 وهذه حاصل طرح H4 ماينص H3 وهذه H1 وهذه H4، تطلع الأيزنتروبيك إفشنسي 0.314 اللي هو 31.4، بينما المثال السابق كانت كم؟
كانت قرابة 37.4، فهنا انخفاض في السايكل إفشنسي. طيب ماذا طلب؟ هل طلب شيء ثاني؟ نعم، قال لك زي المثال السابق، عطني الماس فلوريت حق الستيل، أخذا في الاعتبار أن الباور أو النت باور اللي لازم تخرج من المحطة هي إيش؟ 100 ميجا وات. أوكي، النت باور حقت السايكل اللي هي تساوي 100 ميجا وات، حتساوي إيش يا شباب؟ حتساوي إما دوت في الورك السبيسيفيك حق التيربين ناقص الورك السبيسيفيك حق البومب. طيب والورك السبيسيفيك حق التيربين عبارة عن H1 ناقص H2، H1 ناقص H2، وهو نحطه في قوس، ناقص الورك حق البومب اللي هو H4 ناقص H3، H4 ناقص H3. أوكي، هذه كلها معلومة لدينا، إذا أقدر أجيب إيش؟ الماس فلوريت بكل يسر وسهولة، بس لازم تنتبه أيضا الميجا وات هذه لازم تضربها في ألف، لازم تكون كيلو وات. طيب نشوف إيش سوينا في الحل. أهو هذا هو نفس الكلام اللي كنت أقوله لك، عوض الراجل هنا بالمئة ميجا وات، فنضرب كمان في الألف، وأيضا للأسف ما طلعها لي كيلو جرام بير سكند، ما أدري إيش خلاها كيلو جرام بير أور، فانتبه أثناء حساباتك إذا شفت في اختلاف بين شغلك وشغله، لأنه أنت يمكن تطلعها كيلو جرام بير سكند دايركتلي. هل هناك طلبات أخرى؟ قال أيضا أنا أبغى الهيت جيند في البويلر اللي هي من 4 إلى 1، وبسيطة جدا. أهو تقول له أنت إتس الكيو إن حتساوي H1 ناقص H2، بس هو قال لك أنا أبغاها بميجا وات، يعني يبغى Q دوت N، يعني كان يقول لازم تضرب في الماس فلوريت. طيب طلعنا له 318.2 ميجا وات. أرجو أنك تنتبه، بما أنه حطها بميجا وات هنا فمعنات أنه الناتج النهائي قسمه على 1000، ولا المفروض أنه إذا عوضت كيلو جرام بير سكند هنا وضربت في الانثالبس اللي هي كيلو جول بالكيلو جرام، النواتج كلها بتكون بالكيلو وات. تمام، فانتبه للأشياء البسيطة هذه. اللي بعده يا شباب يقول لي كمان أبغى الكيو ريجكتد هنا، أبغى الكيو ريجكتد هنا، بسيطة جدا اهي، الماس فلوريت في مين؟ في H2 ناقص H3، نحسبها تطلع لنا 218 ميجا وات، هذه تلقائية. طيب ممكن تقول ليش انت كررت الأشياء هذه مع أننا درسناها في المثال السابق؟ أوريك الآن، سوينا لكم هنا يا حبيبي مقارنة، أو المؤلف سوى المقارنة ما بين المحطة الأولى اللي هو Ideal اهي حقة المثال السابق، والمحطة الثانية اللي هي Actual. أوكي، هنشوف الفروقات الجميلة. أولا وقبل كل شيء نبدأ من آخر الجدول، هنا كانت كفاءة والإفشنسي حق السايكل 37%، نزلت الآن الإفشنسي إلى 31.4. هذا مهم جدا لي كمهندس أنني أراقب الأشياء هذه. طيب هنا سوالك مقارنة مع كل البارامترز، أوكي هذه مهمة والله يا شباب، امشي نتأمل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا H1 و H3 زي H1 هنا و H3 ما تغيرت، H2 يا حبيبي حتلاحظ الآن إنها زادت، شوف صارت 1939، وأيضا حتلاحظ أن H4 اللي هي هذه زادت. طيب إيش تأثيرها؟ شوف زيادة الـ H2 لما زادت خلت التيرباين وورك ينقص من 963.2 كيلو جول بالكيلوغرام إلى 818.7، وزيادة الـ H4 جعلت الورك حق البمب يزداد بدلا من الانخفاض من 8.06 إلى 9.82 كيلو جول بير كيلو جرام، مما أدى أن ينقص النت وورك يا شباب من 955 إلى 808، يعني نقص البسط حق إيش؟ حق السايكل إفشنسي. وأيضا سنجد أن الماس الام دوت حقت الستيم حقت المحطة كل أبوها بدلا من يكون 3.77 في 10 to the power 5 كيلو جرام بير أور، أصبح كم يا شباب؟ أصبح 4.49 في 10 to the power 5 كيلو جرام بير أور. طيب إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه كمية الهيت اللي أنا بألفظها الآن هنا حتكون أكبر، أصبحت 218 ميجا وات مقارنة ب 169.75 ميجا وات،
طيب خليها أكبر. لا يا حبيبي، لما تصير الهيت اللي تخرج من الستريم الحار إلى موية البحر أكبر، فأنت بحاجة إلى إيش؟ إلى كولينج ووتر أكثر. ولما تكون بحاجة إلى كولينج ووتر أكثر، أنت بحاجة إلى مضخات أكبر تشفط الماء من فين؟ من البحر إلى هذا هو البحر حقك، إلى المحطة عندك. فهذا له تأثيره على إيش؟ على تكلفة المحطة. هذا الكلام كل أبوه، التفاصيل هذه ظهرت في انخفاض السايكل إفشنسي من 0.371 إلى 0.314. لا تنسونا من دعوة صالحة يا أبنائي الطلاب بظاهر الغيب، وأشوفكم على خير في مثال لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله.